أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من نبض الشعب، نصحبكم فيها في هذه الدقائق المقبلة من حلقة اليوم من نبض الشعب. ونتحدث في حلقة اليوم، هل تدعمون المنظمات الممولة من الخارج والتي تهدف لتمرير أجندات تعبث بقيم المجتمع الأردني؟ هذا هو السؤال العام في حلقة اليوم من نبض الشعب، هل تدعمون المنظمات الممولة من الخارج والتي تهدف لتمرير أجندات تعبث بقيم المجتمع الأردني؟ كثيرة هي هذه المنظمات والجمعيات التي تطل علينا بمطالب لا تتماشى مع تقاليد وعادات وأعراف مجتمعنا الأردني المتماسك المحافظ. فتجد هذه المنظمات تهاجم كل من يخالفها الرأي صبحا ومساء، وتجد أنها تستميت في الدفاع عن وجهة نظرها بغض النظر عن مدى قبولها أو رفضها في المجتمع. قد يعتقد البعض أن الأمر مجرد منظمات وجمعيات مجتمع محلي تطالب بتعديل قوانين أو تشريعات أو تناصر قضية مجتمعية معينة، لكن السم في الأمر هو أن بعض هذه المنظمات والجمعيات كثيرا ما تطالب بأمور لا يتقبلها المجتمع. فيسأل سائل، لماذا؟ لماذا تطالب هذه المنظمات بمثل هذه المطالب؟ ولماذا اختارت توقيت طرح مطالبها؟ والأهم، من الذي يقف خلف هذه المنظمات والجمعيات ويمولها ويدعمها بالمال؟ وأيضا متى حددت أو كيف تم تحديد وقت طرح مطالبها؟ وقالوا قديما، إذا عرف السبب بطل العجب. فالداعم جهات أجنبية خارجية، والهدف يصبح واضحا وجليا عندما نتعمق بقراءة المطالب وربطها بمصادر الدعم. وكي لا نبقى نتحدث في سياق العموميات أو بالأمور العامة بشكل عام في هذا الملف، دعونا نأخذ بعض الأمثلة على هذه المطالب وهذه الأحداث. مؤخرا خرجنا مجموعة من الفتيات والنساء يرافقهن بعض الأشخاص مدعين أنهم مجموعة تطالب بوقف العنف ضد المرأة ومناصرة للسيدة الجرشية فاطمة التي تعرضت لحادثة والتي فقئت عيناها على يد زوجها خلال الأسابيع الماضية. ولكن من منا لا يرفض العنف ضد المرأة؟ ومن منا لم يتعاطف مع فاطمة وغيرها من السيدات التي تعرضن للعنف على يد الرجال بدوافع مختلفة؟ لكن ما رفع من شعارات في هذه الوقفة لا يبقي الباب مواربا أمام التساؤلات، بل يفتحه على مصراعيه. فمن الذي دعم لهذه الوقفة؟ وهل الغاية من رفع الشعارات تدعو للتحرر من القيم والعادات والتقاليد والأخلاق؟ حتى شعارات مساندة لفاطمة قلت في هذه الوقفات. وأيضا هناك من هذه المنظمات من تعمل ليل نهار لمهاجمة الدين الإسلامي الحنيف ومهاجمة العادات والتقاليد في المجتمع الأردني، وأيضا منها من عملت لمهاجمة قانون الأحوال الشخصية. أيضا من ضمن الأمثلة التي نتحدث بها في هذا الملف، هناك منظمات وجمعيات تعمل على سياق الحريات العامة، سياق الأمور الشؤون السياسية، وكثيرة هي الأمثلة لهذه المنظمات التي تحاول في كثير من الأحيان العبث بقيم وأعراف وعادات المجتمع الأردني. نتابع هذا التقرير مشاهدينا الكرام، وبعد ذلك يبدأ الحوار معكم، فتفضلوا بالبقاء معنا. الجو العام او المناخ العام يرفض اي تمويل اجنبي، خاصه التمويلات المشبوهه. دائما بنحكي انه هاي التمويلات تاتي دائما باهداف ملغومه، ما في تمويل يجي بدون هدف ملغوم. المنظمات اذا كان هدفها من مبدا الحقوق او من مبدا انساني فلا باس بها، اما اذا كان من وراها اهداف اخرى فنحن نرفضها، لان اولا ديننا هو من يضمن الحقوق لكافه الناس، تمام؟ وبالتالي يعني حسب المغزى او الهدف اللي وراء هذه المنظمات. انا بايد الاشي هذا، لان اول اشي هسه احنا المنطقه بشكل عام انها فيها قلاقل ومظاهرات
ويعني وما بدناش شيء يزيد عن حده، وبرفض الفكرة هاي نهائي، لأنها بتحرض الشباب خاصة، وإنه بيشوفوا شغلات حوالينا وبلدان يعني، فبرفضها نهائي. لقيت في منظمات عندها أهداف إنسانية، بتيجي بأهداف إنسانية أهلا وسهلا فيها، بس إذا بدها تيجي بأهداف وأجندات خاصة لا، طبعا أكيد ما بندعمهاش ولا بنحب إنها تيجي عنا. والله الشعب الأردني مش سهل خداعه يعني، ولا سهل إنه ينضحك عليه، وبيعرف الحقيقة على والغلط بدون ما حدا يدله يعني، مش إنه شعب يعني رجعي ولا إشي، فبيعرف يميز بين الصح والغلط. إذا كان في أمور يعني لصالح البلد ولصالح هذا، بس مش من المنظمات هاي، المنظمات أبصر شو نياتها، الله أعلم يعني من غيرها. فالواحد ليش الانفتاح منيح، بس مش على هذول اللي بتحكي عنهم أنا، الانفتاح بشكل كلي على العالم كله. بشكل عام أنا بدعم المنظمات اللي بيكون أهدافها إنسانية وأهدافها تنموية، تمام، وأهدافها بتكون واضحة للمجتمع، هاي مندعمها أكيد. لكن الأهداف تخريبية وأهدافها بتكون ممولة ومش واضحة الأهداف، يعني بتكون مبينة، هاي أكيد ما مندعمها. لازم تكون خارج البلد يعني، السلطات القانونية تكون في رقابة عليها. أنا ما برضى ولا بمولها، لأنه هاي راح تسوي شغلات كثير يعني، وفساد عندنا في الدولة راح يصير يؤدي هذا إلى اضطراب، وزي ما أنت شايف يعني الشعب مش بحاجة إنه يصير معه زيك بزيادة فوق اللي معه. أنا ضد هذه المنظمات، يعني ما بعرف يعني أجندتها إيش هي، باشر أنها مشبوهة، ما بتخدم مصلحة المواطن ولا بتخدم مصلحة الوطن يعني. أي منظمة بدها تفرض أجندة سياسية على المواطن الأردني أو إلها أجندة سياسية خارجية، طبعا إحنا ضدها، ضدها على طول الخط. لكن أي منظمات أهلية أو منظمات دولية برامجها واضحة وعملها واقعي ومنطقي، بالعكس بنشجعها ودائما يعني المفروض أن نكون معاه. أنا ملاحظ إنه هلا إنه المجتمع صار فيه تباعد، يعني بطل الاحترام بين الأفراد، يعني الكبير بطل يحترم الصغير، الصغير بطل يحترم الكبير، وهذا سببه هو يعني المنظمات الدولية اللي بتقوي نفوذ، اللي بتأدي لشحم الهمم في نفوس الأطفال، فبالتالي بكون هذا مردودها عكسي على المجتمع الأردني وعلى الشعب الأردني. المنظمات الدولية أول شيء عندنا المجتمع الأردني مجتمع راسخ وذو أطر، يعني بدعموا الدين والعرف والعادات والأخلاق العشارية، أي شيء بدخل دخيل على هذه العادات مرفوض بالنسبة لي، وأي شيء بدعم حقوق الطفل أو شيء بدعموا الدين وبدعموا الأسرة وبدعموا القانون قبل كل شيء. ثاني شيء أي شيء بدخل على هذا فهو دخيل، أنا برفضه يعني بالنسبة لي. سيدي أنا ما بدعمش أي منظمة زي هيك، لأنها يعني بتحاول تخرب أفكار المجتمع بشكل عام والشباب، وبتحاول إنها تدمر أفكار الشباب بشكل عام يعني. سمعنا وإياكم لرأي عينة عشوائية من الشارع المحلي الأردني حول سؤال حلقة اليوم من برنامج نبض الشعب، وهل تدعمون المنظمات الممولة من الخارج والتي تهدف لتعزيز أجندات تعبث بقيم المجتمع الأردني؟ أيضا في الاستفتاء الذي طرحته الحقيقة الدولية على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك، أجاب على هذا الاستفتاء 89% قالوا لا ندعم هذه المنظمات، بينما أجاب 11% بنعم بأنهم يدعموا هذه المنظمات. يمكنكم مشاهدينا الكرام المشاركة في آرائكم في هذا الموضوع على أرقام الهواتف التي ستظهر تباعا أمامكم على الشاشة. نتحدث اليوم في سياق الحديث عن المنظمات والجمعيات والجهات التي تعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وفي بعض الأحيان تحاول أن تقوم بطرح موضوع مجموعة من الطروحات تحاول تعزيز أجندات تعبث بقيم المجتمع الأردني وبث بعض الرسائل الهادفة لزعزعة استقرار هذا المجتمع
في العديد من النواحي، سواء كانت في النواحي السياسية أو في النواحي الاقتصادية أو في النواحي المجتمعية، والمحاولة العبث بقيم المجتمع الأردني ومحاولة تغيير سلوكيات الأفراد في المجتمع الأردني. ولكن عادة ما تجد أن المجتمع الأردني يرفض هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع، ولكن أيضا في المقابل هناك من يسعى للترويج لهذه الأفكار وهذه المواضيع. نبدأ الحديث مع لينا جودة من عمان. لينا مساء الخير. مساء الخير أخي درغام، حياك الله، تفضل. يعطيك العافية. أهلا فيك. اي انا بدي اقول لك انه 100% انه ما بدعم لا انا ولا اغلب الشعب الاردني بالمنظمات اللي بتمررها للمجتمع الاردني، انه من اسم هالمنظمات من اسمها بيخلص تاخذ تفكير انه منظمات اسرائيليه من الاحتلال الاسرائيلي. وثاني شيء هذا بيطلع كمان علينا انه قدام سمح الله من فساد من اشياء سيئه لا سمح الله، فانه انا ما بدعم الاشي هذا. نعم. لينا، في حال تعرضت أو قرأت عن هذه المنظمات أو وصلتك رسائل عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي من هذه المنظمات، كيف تحاولين أو كيف تتعاملين مع رسائلهم؟ أم بصراحة ما وصل إشي، بس إنه إذا منظمات مثلا إيجابية أشياء تدعم البلد إشي كويس إلها بس إنه أشياء للأردن بشكل عام يعني كسياسة كإشي إنه لا مرفوضة، إنه أصلا ما بتدعم إشي كويس. نعم. شكرا لينا جودة من عمان. سلوى رمضان أيضا من عمان. سلوى مساء الخير. أهلين، حياك الله، تفضل. الله يعطيكم العافية. الله يعافيكي. أنا هذا اليوم الموضوع برفضه تماما. نعم. إذا إحنا العيلة بقلب البيت ما بتتفاهم، نجيب دخيل على البلد بقضي اللي احنا فيه. نعم. مضبوط ولا لا؟ نعم. احنا بدنا مننا وفينا نكون قلب مع قلب بعض. نعم. مش حد يحكمنا من برا، يجي الله بيعلم يكونوا مننا وفينا، ولا بتعرف قصدي مع مين ومع مين ومع مين نخرب البلد. نعم. مضبوط. صحيح. شكرا سلوى رمضان من عمان. أيضا الحديث عن هذه المنظمات يقودنا للحديث عن خطر الرسائل التي تنتشر، وهنا ليس المقصود برسائل هاتفية إنما مجموعة من الرسائل يمكن أن تتوارد بين الناس عبر وسائل التواصل الاجتماعي، يتناقلها الناس بينهم وبين بعضهم، مجموعة من الأخبار التي تبث في بعض وسائل الإعلام يكون لها أهداف في إيصال صورة عن المجتمع المحلي في الأردن ومحاولة إيصال أفكارهم من خلال هذه الرسائل. من الزرقاء خالد أبو طير، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أستاذ الغام، حياك الله. تحية لك وتحية لقناة الحقيقة، إدارة كادر مستمعين متصلين. لن أطيل بدقيقة و17 ثانية ولك التعليق إن شئت. تفضل. أستاذ الغام، هناك فرق بين التعنيفات والتصرفات. نعم. وهناك فرق بين المفهوم للجمعيات والمعلوم عن الجمعيات، وهناك فرق بين الدخيل علينا وبين الدليل لدينا من المنهاج والعادات والتقاليد التي نعتز بها والتقاليد التي دخلت علينا. خلينا أستاذ الغام نرجع لأبهاتنا وجدودنا. كان في فقر؟ نعم. كانت حياة بدائية؟ نعم. لكن عاشوا بكرامة. احنا الآن بنلاحظ ان هاي المنظمات مهتمة وإلها رسالة. طيب مدام إلها رسالة، ليش الأسر بمجتمعاتها مفككة؟ أنتوا بتصلحوا دول وناسين حالكم، وأكثر اهتمامهم أستاذ الغام بالنساء وأمور المرأة. ما بعرف، خلينا نأخذ من حوالي 15 سنة ودور جاي الاهتمام بالمرأة بالمرأة. ليش المرأة وأسركم بدولكم مفككة وجايين تصلحوا عنا؟ شكرا لكم ودامت قناتكم. شكرا خالد أبو طير من الزرقاء. إذن مشاهدينا الكرام، هنا الحديث عن المنظمات والجمعيات والهيئات التي تمول من الخارج والتي تعمل أو تهدف لتعزيز
أجندات تعبث بقيم المجتمع الأردني وبتماسك وترابط المجتمع الأردني من خلال بث رسائل تدعي من خلال هذه المنظمات وهذه الجهات بأنها مناصرة للحريات العامة، مناصرة لحريات المرأة، مناصرة لحقوق المرأة وغيرها من الأفكار التي تحاول أن تستغلها هذه المنظمات لمحاولة العبث بقيم المجتمع الأردني. وكثيرا ما يتعرض الأردن لهذه الهجمات من هذه المنظمات التي تشكل خطرا حقيقيا على المجتمع الأردني إذا ما أصغى لهذه الرسائل التي تبث من خلال هذه المنظمات وهذه الجهات الممولة من الخارج والتي لا تعي لأهمية أو في بعض الأحيان هناك من لا يدرك أهمية خطورة هذا الأمر والذي ينعكس آثاره أو تبدأ تظهر آثاره في السنوات البعيدة المدى كما يقولون في الدراسات بأنها تأتي كلها بعد سنوات خاصة إذا ما كثفوا الحديث عن هذه القضايا تأتي النتائج على مدى سنوات بعيدة وليست في المدى القريب. إذن هنا مجموعة من المخاطر تحيط بالمجتمع الأردني من هذه المنظمات وهذه الجمعيات التي تدعي الكثير من الأمور الكاذبة والباطلة لمحاولة العبث بقيم المجتمع، وهي أيضا تستغل كل الأحداث التي تحصل في الساحة الأردنية وتحاول أن تصور بأن هذه الأحداث غريبة عن العالم بشكل عام. أيعقل أن الأردن هي الدولة الوحيدة التي تشهد حوادث خلافات بين الأزواج ويأتي على إثرها اعتداءات على الزوجة أو الاعتداءات على المرأة؟ بالطبع لا، ليست الأردن وحيدة في العالم التي تحدث فيها هذه الحوادث، ولكن عندما تقرأ ما يكتب من قبل هذه المنظمات والجمعيات تشعر وكأن الأردن هي الدولة الوحيدة التي تعاني من هذه المشكلة. غيرها الكثير أيضا ممن يحاول أيضا تصوير بأن هذه الحوادث فريدة من نوعها تحصل ولا تتكرر إلا فقط في الأردن، ومن هذا المنطلق يحاول أن يبنوا الدعاية التي يحاول أن يروجوا لها من أجل الوصول للعبث بمكونات المجتمع الأردني وبمكونات النسيج الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية وبقيم وتقاليد وعادات هذا المجتمع المتماسك المترابط الذي تصدى لكثير من الهجمات التي تعرضت لها الأردن على مدى السنوات الماضية بفضل ترابط هذا المجتمع وتماسك ووحدة هذا المجتمع والشعب في ظل كل ما يحدث من أحداث ليس فقط في محيط الأردن إنما في دول العالم بشكل عام. مجموعة كبيرة من الأحداث حصلت هناك وعكست بظلالها على الأردن، وكثيرا ما حاولوا أن يستغلوا هذه الأحداث لتنعكس بشكل سلبي على المجتمع الأردني، لكن بحمد الله وبفضله دائما يبقى المجتمع الأردني متماسك ومترابط مقابل هذه الأحداث. في ظل كل هذه الأمور تجد من يحاول أن يستغل هذه الأحداث للعبث بالنسيج المجتمعي. محمد الخليلي من الزرقاء، السلام عليكم. يعطيك ألف عافية عم درغام. الله يعافيك، حياك الله. كيف حالك؟ كيف صحتك؟ أهلا فيك، تفضل. عم درغام، بالنسبة للجمعيات عندنا في البلد يعني كثير، يعني مليان جمعيات، مليان، أغلبيتهم بيشتغلوا هذول الجمعيات لصالحهم. نعم. بس بالنسبة للمنظمات، يعني في منظمات يعني زي ما تحكي إنسانية، بتحب أنها تعمل خير، بتحب أنها تعمل للناس، تعمل هيك للناس إشي هيك كويس، تحب يعني تساعد الناس، مثلا مثل منظمة هاي كير، منظمة نيكود. نعم، دون أسماء أخي محمد. نعم، دون أن نتطرق الحديث عن أسماء، نتحدث بالعموميات عن هذه المنظمات التي تحاول العبث بنسيج المجتمع. مثلا احنا لما نروح عند هاي المنظمات احنا بنلاقي وعز الجلال لله كل الاحترام، كل الاستقبال. نعم. الحلو بتلاقي الانسان هيك له كرامه، له هيك يعني بحس انه هيك هالتعامل الحلو هيك بيساعدوا الناس اللي هيك. في منظمات كويسه، في منظمات مثلا لها اهداف او مثلا مشبوهه زي هيك. هاي المنظمات ان احنا اذا بنشعر اي شيء مثلا في وراء شبهه هيك، يعني لازم انه يعني في البلد هاي ما نسكت على هاي المنظمات.
أما العمل الإنساني العمل الكويس مثلا زي هاي المنظمات اللي بتعمل الخير هاي يعني ما شاء الله عليها ما في شفنا أروع ولا أرقى من زي مثلا الدوائر الحكومية عندنا مثلا الواحد بيعملوا كيف الممسحة زي الممسحة بيعملوا يعني فوق ما هو حياته مبهدلة يعني بتبهدل هيك. شكرا محمد الخليلي من الزرقاء. محمد تحدث في نقطة في غاية الأهمية هي وعي المواطن في مواجهة هذه المنظمات والتصدي لها. علينا قبل أن نتعامل مع أي منظمة أو جمعية أن نعرف من هي هذه المنظمة، من الذي يقف وراءها، من الذي يدعم ويمول هذه المنظمة، ما أهداف هذه المنظمة، وطبعا بطبيعة الحال القانون الناظم الذي يرخص عمل هذه المنظمات والجمعيات يشترط أن تكون الأهداف وأسباب إنشاء الجمعية أو المنظمة أن تكون واضحة للمواطنين وواضحة للأشخاص الذين ستتعامل معهم هذه المنظمات والجمعيات. يجب أن نطلع على هذه الأهداف، نطلع على مصادر الدعم ومصادر التمويل حتى نعرف مع من نتعامل وكيف نتعامل مع هذه المنظمات. كما تحدث محمد الخليلي هناك منظمات فعلا تعمل بالمجتمع وهناك جمعيات خيرية تعمل بالمجتمع لها أهداف حقيقية وأهداف نبيلة في تنمية وتطوير المجتمعات ومساعدة المواطنين ومساعدة المحتاجين سواء بالظروف المالية أو بظروف الدعم الاحتياجات المختلفة. هذا الأمر في غاية في الأهمية عندما نتحدث عن وعي المواطن ليقف في وجه هذه المنظمات التي تحاول العبث بالنسيج المجتمعي. من المفرق فرج الشرفات، السلام عليكم. يعطيك العافية دكتور، حياك الله. كيف حالك؟ كيف حالك؟ أهلا فيك، تفضل. بالنسبة للمنظمات والله عندنا هنا منظمات كثيرة، كل أغلبية المنظمات اللي عندنا هون كلها منظمات إنسانية. نعم. تحاول تدعم الفقير المواطن المحتاج اللي كذا، بس بالنسبة إنه مشان المنظمات يعني ممولة من الخارج يعني مشان عبث وشغلات، هاي والله أول مرة أسمع بيها، ما في عندنا منها هون وإن شاء الله إنه ما يكون منها موجود بالأردن. الله يا فرج، هي موجودة مع الأسف في المجتمع، موجودة وتعمل في الأردن ولها رسائل. البلاد الشمالية ما حسينا بها، ما في منها موجود. نعم، هي موجودة وتبعث برسائلها، ولكن منظمات كثيرة تدعم المواطن الأردني كذا هيك، والله موجودة ووضعنا كويس بالنسبة لهن يعني. نعم. يعني منظمة بتساعد المواطن الأردني. هذه المنظمات يا أخ فرج، هذه المنظمات لديها أهداف نبيلة ولديها أهداف رائعة على أرض الواقع، الجميع يدعمها، ولكن الخطورة في المنظمات التي تحاول أن تعبث بتقاليد وأعراف هذا المجتمع. يا سيدي احنا كمواطنين ما نقدر نسأل المنظمة انه شو أهدافها شو كذا، بتمول المواطن الأردني تدعمه كذا هيك، بس انه شو أهدافها، ليش أعطتني مصاري، ليش مولتني، ما نقدر. هو أنت من يجب أن يجيب على هذا السؤال يا فرج، لماذا هذه الجمعيات تقوم بتقديم الدعم النقدي لك؟ ما هي أسباب منحك هذه الأموال؟ عليك أن تسأل هذا السؤال، وعندما تجد الجواب هناك الخياران أمامك، أن تقبل أو أن ترفض. فرج الشرفات من المفرق شكرا لك. عدنان عواد من الطفيل، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عدنان فرج كان يتحدث قبل قليل عن الجمعيات والمنظمات التي تعمل في المجتمع وتقدم الدعم النقدي، وهو يتحدث عن هذه المنظمات بأنها تقدم النقد، ولكن كثير من المواطنين لا يسألون لماذا يعطونا هذا المال. رأيك أخي الكريم؟ تفضل. هناك منظمات ممولة من الخارج وحقيقة استطاعت أن تتغلغل في المجتمع بأساليب شتى وبطرق مختلفة، وادعت أنها تريد أن تمكن المرأة. نعم. وأصبحت النساء الأردنيات العفيفات الشريفات غارمات ومطلوبات لجهات متعددة. نعم. حتى أصبح يعني للأسف الشديد أن تلاحق المرأة الأردنية من قبل الأمن العام على أساس أنها عليها قضايا مالية ويجب أن تسدد هذه الأموال. نعم. هذا بدعوى عنوان العنوان حقيقة كلمة حق أريد بها باطل، تمكين المرأة. نعم. أنا حضرت مرة في اجتماع عندنا هنا في الطفيلة وتحدثوا عن تمكين المرأة،
وطلب مني مجموعة ممن يعرفوني من شباب المنطقة الطفيلة أن أتحدث. قلت بلسان عربي فصيح أقول الآن نفس الكلمات: مكن الرجل تتمكن المرأة. المرأة جعلها الإسلام ملكة في بيتها، الرجل هو المكلف بالنفق عليها. للأسف الشديد أغرق النساء بهذا العنوان الكبير الذي حقيقة هو هدفه غير نبيل. حتى يا عواد، موضوع تمكين المرأة ذهب باتجاه منح القروض ومن ثم يتحولنا إلى غارمات، على عكس ما كان الحديث به في بداية الأمر بأنه دعم للتعليم، دعم لفتح مشاريع تتعلق بعمله، تحول إلى أمر آخر. هؤلاء أصلا يعني نحن نعرف هذول عندهم شيء، عنوان الحياة عندهم بزنس عمل، وبالتالي ناتج، وبالتالي هم أي درهم أي فلس بحسبوه لا يمكن يبذلوا فلس، لأنه ما عندهم شيء زي ما عندنا احنا أنه صدقة وأجر وثواب عند الله، وبالتالي هم يحسبوها ربح، ولكن على حساب هؤلاء الضعفاء الذين دخلوا عليهم بدوافع وبأساليب شتى. لذلك يجب الحرص، وكذلك نحن نقول على الحكومة أن تنتبه. المواطن، هذا المواطن يجب أن لا تتمرق كرامته بدعوى التمكين وبدعوى غيرها والمساعدات التي هدفها غير نبي. شكرا لكم. شكرا عدنان عواد من الطفيلة، كان يتحدث عن عنوان بارز كانت تتحدث به بعض هذه المنظمات خلال الأعوام الماضية، والحديث عن تمكين المرأة ليتحول الأمر فيما بعد إلى منح قروض وأموال، ومن ثم وقعنا في فخ الغارمات وأصبح لدينا عدد كبير من النساء الأردنيات خلف القضبان بسبب هذه القروض والعجز عن السداد. وأطلقت قبل فترة المبادرة الملكية لمساندة الغارمات الموقوفات في السجون بسبب هذه القروض. الفكرة من تمكين المرأة عندما بدأ الحديث عنها كانت أمر في أمر جيد لحد كبير، هو تعليم المرأة، مساندة المرأة في التعليم، التعلم على بعض الحرف التي من الممكن أن تستفيد منها النساء اللواتي يحتاجن إلى عمل لتأمين مصاريف الحياة اليومية. كانت هناك أفكار عدة لتعليم هذه لتعليم النساء وتطوير مهاراتهن وقدراتهن على العمل، ليتحول الأمر فيما بعد إلى سلسلة من القروض. هذا ما كان يتحدث به عدنان عواد من الطفيلة. نستمع وإياكم إلى سالم الغويري من الزرقاء. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. حياك الله أخوي درغام مش هيك؟ نعم تفضل. كيف حالك سيدي؟ حياك الله. يا سيدي احنا نرفض اللجنة الخارجية اللي تعبث بالأمن الوطن. نعم. لكن بدنا الشغلات المهمة. الصهيون اللي من عند النتن اللي دخل علينا شو صار معاه؟ نعم. فاسدين اللي سرقوا الملايين شو صار عليهم؟ يا ابن الحلال بشرونا. إذا ما بدكم تبشرونا خليهم يسرع الحكومة بذرات الغاز هاي الشمع. خليهم يفجرونا مبنى الحياة. نعم. شكرا سالم الغويري من الزرقاء. صلاح الطويري من عمان. صلاح السلام. نعم. عليكم. فلاح محمد. صلاح حياك الله. صلاح. فلاح محمد. حياك الله يا فلاح. يقول تحكوا بالنسبة لهالمنظمات وهالشغلات هذه اللي بهالبلد، هذه من السبعينات وما قبل السبعينات وهي موجودة. نعم. ومنها كير ومنها منظمة مدري وين واتصل يساعدوك. طيب هذه المنظمات عن طريق مين تدخل؟ طيب نعم. في منظمة تقدر تشتغل بالبلد بدون تصريح من الدولة؟ نعم. هذه المنظمات يا فلاح تبدأ بالعمل بشكل قانوني وترخص من قبل الجهات الرسمية، وهي تقدم لها أوراق فيما يتعلق بالأهداف وطريقة العمل، ومن ثم بعد ذلك تنحرف عن المسار الطبيعي. أيوة. نعم. تنحرف عن المسار. يعني إذا مفروض بده لأن تلغى التصريح وتفكر هذه الشركة أو هالمنظمات هذه. نعم. لأن المواطن ما يدري، المواطن مثل يعني تايه دليله ومش داري عن حاله هذا المواطن، يعني هو عارف انه الحق على الدولة، الدولة هي اللي لازم تنهيهم وتسفرهم داخل البلد، خارج البلد عفوا. يعني هو مطلوب نعم، مطلوب مزيد من الرقابة على هذه المنظمات وعلى هذه الجهات. نعم. الدولة هي اللي ترخص له. نعم. ما في شيء بدون الدولة، هسا واحد يقدر يفتح شركة أو منظمة داخل البلد هذا بدون ترخيص حكومة؟ ما يقدر. نعم. إذا المواطن ما عليه حد.
إذا في خطأ خطأ على الدولة. نعم شكرا فلاح محمد من عمان. فلاح يتحدث عن ضرورة تكثيف الرقابة من قبل الجهات الحكومية المعنية بتنظيم عمل هذه المنظمات، وهي بالفعل تحتاج هذه المنظمات لمزيد من المراقبة والمتابعة من قبل الجهات الحكومية المعنية للوقوف دوما على تطورات عمل هذه المنظمات، وإلى ماذا تصبو هذه المنظمات، وماذا تحاول بثه من رسائل بين المجتمع، وماذا تحاول أن تقدم هذه المنظمات والجمعيات. هي بالفعل بحاجة إلى مزيد من المتابعة ومزيد من الرقابة، ولكن أيضا نحن بحاجة إلى مزيد من الوعي المجتمعي للتصدي لهذه المنظمات وهذه الجمعيات. من مادبة عمرو نعيم. عمرو السلام عليكم. عمر مساء الخير. عمر لك العافية. حياك الله يا اخي. انا كنت قدام حمامات معين وفصلنا من حمامات معين، المشكله مدير حمامات معين معي رجعني، ما ادري شو اعرف شو اسوي. والله الصوت مش واضح يا عمرو، لو ترفع صوتك. نعم يبدو انه عمرو يتحدث في موضوع اخر، ولكن ايضا صوته لم يكن واضحا. محمد القطاوي من الكرك، السلام عليكم. يعطيك العافيه استاذ الغامض. حياك الله يا سيدي. انا والله يعني برنامجك هذا كويس. أهلا بك. بس والله يا أخي والله المفروض يجيبوا عن اللي سرقوا البلد مثل المتصل القبلي. والله محمد دائما نتحدث عن من سرق البلد وعن الفساد وعن الفاسدين. أيضا يعني هذه المنظمات يا محمد جزء من الفساد. يا محمد هذه المنظمات أيضا تحاول أن تعزز فكرة الفساد في أذهان الكثيرين. هي لها رسائل أخطر مما نتوقع، وأخطر من الخطوط العريضة التي تبث على بعض وسائل الإعلام. أيضا هي جزء من مشكلة الوطن. هذه المنظمات هي لا تقل خطورة ولا تقل أهمية عن قضية الفساد وماذا أثر علينا الفساد. هي لها أيضا تأثير على مجتمعنا وعلى حياتنا اليومية. معك. نعم. يعني ويش دخل هذول المنظمات لو مجوع؟ لو ما الجوع ما ناس دلع عليه وما ناس بأخذ منهم. نعم. طيب شو يعني أسع الجعان وشو بتعلق بكل شيء؟ يعني منظمات هذه كيف هذا؟ بعرف إنه الشعب جعان. كيف يعني أي واحد يقول ليه خذ مصاري؟ بدي أسأله لأنه شبعان يعني ما عليه ديون، ليش وداه على تمويلكم وصندوق المرأة؟ لو انه معاه دون ان نتطرق لاسماء المؤسسات. اخي محمد نعم يا سيدي. ما انت بتقول عن منظمات يا سيدي، المنظمات هذه ودها تفسي تسوي فساد مع الرجل قبل المراه. طيب انا الزلمه لما اكون جعان وعندي اطفال وودي امنهم في قوت يومهم خمس، ما ودي تلاوين ولا اني اوديهم رحله، انا ودي امنهم في خمس. طيب انا لما اكون جعان اي والله باخذ التراب مو باخذ منه منظمات. ولو الدول لو الحكومه معامله لي كل شيء ما بحفلها. نعم. انا مع الدوله ضدها، بس انا لما اكون جعان وعندي اطفال ابني لما يطلبني ليره ولا ربع ليره ما معي، ويجي واحد يقول هاي 10 ليرات. طيب انا لما اكون جعان ودي اخذ ليش؟ نعم. ما نحكي الصح؟ ليش ما نحكي الصح؟ نعم. جعان انا جعان ودي اجيب خبز لعيالي، ما ودي اروح سويسرا ولا ودي احط في البنوك. مو الواحد يا عمي والله اكل عارف الصح. نعم. ليش ودي الغرامات على البنك اللي ما ودك اذكر اساميها؟ ليش؟ هذه واحده يا محمد من الاساليب التي تدخل فيها للمجتمع. نعم شكرا محمد القطاوني من الكرك. هي استغلال حاجة الناس، استغلال الفقر الموجود لدى كثير من المواطنين الأردنيين، استغلال الحاجة المادية. هي واحدة من الأساليب العديدة المتبعة بالنسبة لهذه المنظمات، ولكن الأمر لا يقتصر فقط على الحاجة المادية للمواطنين أو للأسر.
هناك استغلال لفكرة الحريات العامة، استغلال فكرة حرية الرأي والتعبير، استغلال فكرة حرية المرأة وحقوق المرأة ومناصرة المرأة وغيرها من الأساليب والأفكار التي يحاول أن يدخل للمجتمع من خلالها، ولا يقتصر الأمر فقط على الأموال. من الأغوار الشمالية فيصل أصقور، السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، الله يعطيك العافية سيدي. حياك الله، أهلا فيك سيدي. أول شيء إحنا مع الدعم إنه يدعم منظمات للأسر الفقيرة في هذا الوطن العزيز. نعم. بس مشكلتنا إحنا الدعم اللي يجي قاعد الآن من الدول الخليج ومن الدول المانحة، من المواطن ما بيصل شيء، ما بيصلوا شيء. من يصلوا؟ يتوكل الحكومة. يعني الآن مثل ما حكوا الإخوان عندك المنظمات قاعد تدعم، مش فش يعني الآن في مثلا البلديات في عندك قاعدين يدعموا مشان اسر فقيره او اسر مثلا انه بعض الشباب انه يشتغل بهاي البلديات. نعم. مين يستغلها؟ مين استغلها الاسر؟ الحكومه نفسها. يعني المواطن مش مستفيد، بدل ما ياخذ مثلا انا اخذ اجره مثلا من البلديه 15 دينار قاعدين يعطوهم 10 نارات او 7 نارات او 8 نارات، من الباقي مين ياخذه؟ تاخذ الحكومه الجهه المعنيه. لهذا السبب احنا نتمنى من كل الداعمين لهذا الوطن انه مثل ما امر القذافي بس قال للاردن بدي ادعم، قال لا انا بشتغل، انا بشتغل الطرق، ما بدي تعطيك الحكومه. انا بتمنى من كل المنح اللي تيجي تصل للمواطن شخصيا، حتى المواطن يكون يستفيد. يعني المواطن قاعد بحياه شهير، المواطن تبطل يتحمل، صار المواطن يشحن المنح. يا حكومه ارحم المواطن، انتوا كلتونا، انتوا ذبحتونا، انتوا صرختونا، نواب اعيان حكومه هم دمروا الشعب. نعم. وشكرا لك ويعطيك العافيه. شكرا فيصل صقور من الاغوار الشماليه. نايف سامي من الكرك، نايف مساء الخير. مساء النور، حياك الله، تفضل. هلا استاذ، كيف حالك؟ اهلا فيك، حياك الله، شكرا على البرنامج. اهلا فيك، تفضل. حقيقه هاي الموضوع ممتاز طرحه، يعني اللي نخشى انه يكون في هدف من وراء هذه الخدمه اللي بقدموها هاي المنظمات. بدها اياها مستقبلا مثلا على سبيل المثال، ما يعني هي بترمي هالحب لما تمطر الدنيا وينبت مره ثانيه. فهي يعني بدها الناتج تبعها مش فوري ولكن للمستقبل. نعم. فهي اللي رؤيتهم زي هيك لازم يكون في عليهم رقابه من الدوله، من الحكومه تراقبهم، يكون في موظفين من الدوله مع هاي المنظمات حتى تشوف وين بتروح هاي الاموال وكيف تنصرف ولمين بتنصرف، هل هي بوجه حق او غير ذلك. طب نافي، برايك احنا كمجتمع كيف ممكن ان نتعامل مع هذه المنظمات؟ المشكله المجتمع الان زي ما انت يعني احنا عارفين، يعني انت عارف البطاله والفقر اللي الناس عم تعيشه. نعم. هاي يعني البيئه، يعني خلينا نحكي نقول يعني بتساعد انه مثلا الانسان تجي مساعد، والله يا عمي انا جاني مساعد من كذا، ويعني والله هذول جماعه كويسين وبيساعدوا من هالحكايه. توعيه الان، بدنا توعيه للمجتمع. نعم. من خلال يعني ما بدي اقول منظمات اخرى، لا من نفسي يعني من ابناء الوطن او ابناء الدوله او يعني الجهات اللي بتحس في الخطر. زي هي في ناس بتحس بالخطر اكثر منا احنا يعني كمواطن. يعني انا مواطن شو بعرف انه هذا ليش وشو اهدافه، يعني ليش جاي وكيف جاي ومين سمح له يجي ومين سمح له ينفق الاموال هذه. نعم، شكرا. شكرا نايف سامي من الكرك. غازي المصالحة من جراش، السلام عليكم. السلام عليكم، كيف حالك؟ حياك الله غازي، اهلا فيك. والله يا اخي انا بدي اشكي لك الوضع، يعني مشان البرنامج، يعني من ضمن البرنامج، يعني من الطفر والفقر قد ما وصلنا لمراحل يعني سيئه، والله لا يجيني واحد بده يشتري الدار ربيع اياه. بس لو ترفع صوتك يا غازي. بقول لك يعني من الوضع اللي وصلنا له، من الفقر اللي احنا فيه، انه لا يجيني واحد بده يشتري الدار غير ابيعه اياها. الان يشتري الدار امر، وانه يدعمك فلوس بدون مقابل امر اخر يا غازي. احنا مشكلتنا في من يقدم الدعم المالي بدون مقابل. يدعمك بدون مقابل لازم تساله انه ليش انت هذا اعطيتني اياه. نعم. لله حسني مقابل شو خدمات بده مني. نعم. ما بصير انا اخذ منه هيك حي الله. نعم، شكرا غازي المصالحه من جرش.
أيضا كان عديد من الإخوة المواطنين يتحدثون عن فكرة مراقبة الحكومة لعمل هذه الجمعيات، تكثيف الرقابة على هذه الجمعيات ومتابعة هذه المنظمات، وإلى ماذا تصبو هذه المنظمات ومتابعة أعمالها وتكثيف الرقابة عليها. نحتاج نعم لتكثيف الرقابة على هذه المنظمات وآلية عملها وكيف تعمل، وخاصة التي تكون فيها هناك توزيع للأموال على المواطنين في مختلف محافظات المملكة. أيضا هناك من تحدث بأن الوضع الاقتصادي للمواطن الأردني هو من أعطى مجالا لهذه المنظمات والجمعيات بأن تبدأ ببث سمومها في المجتمع واستغلال حاجة الناس لإيصال ما يريدون من إيصاله من رسائل. نستمع وإياكم لمحمود خريسات من السلط. مساء الخير محمود. أهلين، مساء الخير سيدي، حياك الله، تفضل سيدي. مساء الخير، حياك الله على الهواء، تفضل. المنظمات اللي بتحكوا عنها، انا اضع اللوم والخطأ على الحكام الاداريين، نعم، وعلى الاجهزة الامنية المختصة. الاردن غرقان بالفوضى، هاي اللجان التي تشكل بكونوا اربع اشخاص قاعدين بقوة بشكل لجنة اقتصادية او اجتماعية او لجنة وطنية للدفاع عن الموظفين المتقاعدين، كلفهم ومن من الذي عينهم؟ اربع اشخاص بشكل لجنة اقتصادية او حكام او حكام لمدينة السلط او مجلس امن مدينة السلط. هاي اللجان لازم تترخص من قبل الحاكم الاداري. نعم. كل ما اجوا اربع اليوم قريت على الفيس انه ست اشخاص مشكلين لجنة وطنية للدفاع عن الموظفين، من الذي عينهم؟ مين المسؤول عنهم؟ فالخطأ يجب أن يكون هناك مراقبة من الحكام الإداريين والأجهزة الأمنية عليهم ومختلف أجهزة الدولة. أخي محمود، نعم، يجب أن تكون هناك مراقبة على الجميع من قبل أجهزة الدولة المختلفة. بعدين سيدي، في عندك أشخاص بروحوا على جمعية خيرية بتعطيهم لقب دكتورة فخرية مقابل 20 دينار. نعم. فالبلد غرقاني بالفوضى، ما في مراقبة ولا مساءلة ولا محاسبة. وشكرا. شكرا محمود خريسات من السلط. أيضا كان يتحدث في جانب تكثيف الرقابة وتكثيف متابعة هذه الجهات وهذه المنظمات للوقوف على كل الأنشطة التي تقوم بها والتي تحاول نشرها في المجتمع وتحاول العبث من خلالها بالنسيج المجتمعي للمجتمع الأردني المحافظ، المجتمع الأردني الذي تجاوز العديد من الأزمات التي مرت به خلال السنوات الماضية. هناك دائما من يحاول أن يعبث باستقرار المجتمع ويعبث بتماسك وترابط هذا المجتمع. المسميات كثيرة جدا في هذا الموضوع، والمجال واسع وكبير أمام هذه المنظمات، خاصة في ظل مجتمع حيوي مثل المجتمع الأردني. تجد عديد من الأحداث، عديد من الحوادث والأمور التي تحصل يوميا في الشارع الأردني، تجد لها طريق عند هذه المنظمات لتكون بوابة عبور ليدخلوا إلى النسيج المجتمعي ويحاولوا فك تركيبة هذا النسيج للعبث بأمنه وبسلامة هذا المجتمع. المواضيع التي تتعلق بدعم وتمكين المرأة، التي تتعلق بالحريات العامة، تتعلق بحريات الرأي والتعبير، كل هذه الحقوق فعليا مكفولة بالدستور والقانون الأردني، ولكن كثيرا من الجمعيات ما تجدها تحاول أن تشكك بأن الدستور والقانون يكفل للمواطن هذه الحقوق، تحاول أن تشكك بمدى تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع، وغيرها الكثير من الأساليب التي تحاول أن تتبعها هذه المنظمات والجمعيات. من البلقاء عبد الكريم زعل. عبد الكريم، السلام عليكم. السلام عليكم، حياك الله، تفضل. الو، اهلا وسهلا، تفضل. الله مسيبه خير. حياك الله، مساء الخير.
أنا يقول بعت المال عند الخانة. نعم. وبلا قال راح حقوقها وبلا امتحان صح قصايد. نعم. التاريخ هو هيك ما يرحم التاريخ. احنا مستأذنين أنا فزع وأنا فزع وأنا فزع الحمد لله. وأنا كل خير. نعم. وفينا كل خير إن شاء الله. لكن ما نحقق المطلوب. ما في دراسة أو تأسيس للشيء الصح. نعم. كان فضل الكريم نعاني من 30 سنة، أنا وهم 20 سنين نعاني. نعم هناك مشكلة عبد الكريم لا أسمعك بشكل واضح. أشكرك عبد الكريم زعل من البلقاء، على ما يبدو كان هناك مشكلة في الصوت من هاتف الأخ عبد الكريم. إذن نتحدث عن المنظمات الممولة من الخارج والتي تهدف لتمرير أجندات تعبث بقيم المجتمع الأردني. نذكركم بنتيجة الاستطلاع الذي أجريناه على صفحتنا على موقع الفيسبوك، أجاب 89% قالوا لا ندعم هذه المنظمات، بينما أجاب 11% بأنهم يدعموا هذه المنظمات. عارف سليمان من أم الرصاص، عارف مساء الخير. عارف السلام عليكم. مساء الخير يا حبيبي. حياك الله. هلا يا حبيبي كيفك؟ عارف اسمعني من التليفون تفضل. يا اخوي. نعم. برنامجكم هل تدعم المنظمات الممولة من الخارج؟ نعم. يا سيدي العزيز هذا كله الحق على حكوماتنا المتعاقبة، هي اللي وصلت المواطن الأردني يصل لهالدرجة هذه. نعم. قبل يومين مدير الإحصاءات العامة ما يستاهل اللقب اللي أحكي له إياه بدون لقبه، لأنه ما يستاهل لقبه، لأنه هذا اللي حطوه حكومات، لأنه مو عارف واجب يقول 8000 فقير بالأردن فصر مقطع. نعم. هو ما يعرف أنه كل من راتبه تحت 500 دينار يعتبر بالفقر المقطع. موضوعنا اليوم يا أخ عارف نتحدث عن المنظمات التي تستغل هذا الفقر، سواء كان 8000 فقير أو 8 مليون فقير. نعم. عارف سليمان من أم الرصاص شكرا لك. حديثنا اليوم عن المنظمات الممولة من الخارج ومن جهات خارجية من خارج المجتمع الأردني، وتهدف هذه المنظمات لتمرير أجندات تعبث بقيم المجتمع الأردني وبتماسك وترابط وبوحدة هذا الشعب بشعارات وبأسماء وبأفكار خارجة عن المجتمع، يحاول أن يقحموها للمجتمع الأردني وأن تصبح أمور سائدة واعتيادية بالنسبة لنا كأردنيين، ولكننا بالواقع نرفض دائما هذه الأفكار الدخيلة وهذه الأساليب الالتوائية التي يحاولون بها أن يغيروا من شكل المجتمع الأردني الذي حافظ على أعرافه وحافظ على قيمه وتقاليده وعاداته على مدى السنوات الطوال الماضية، على الرغم من كل ما مر به الأردن من أزمات متعاقبة، سواء كانت أزمات اقتصادية أو سياسية أو غيرها، إلى أنه حافظ على هذه القيم المجتمعية السائدة بمختلف المجالات، سواء كانت في السياسة أو في الأمور الاجتماعية أو الحياتية أو بكل هذه الأشكال حافظنا عليها، على الرغم من كل المحاولات التي حاولوا بأن يعبثوا بهذه القيم. راتب الباز من عمان السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، الله يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك، حياك الله. أخي الكريم لا شك أن أردننا الحبيب أردن الرباط والجهاد مستهدف سياسيا، مستهدف اقتصاديا. نعم. مستهدف أمنيا، فالكل واجب عليه أن يكون واعيا وحذرا حكومة ونظاما وأبا لأولاده ومدرسا لطلابه ودكتورا في الجامعة
لطلاب الجامعات؟ أين التثقيف لطلابنا، لأبنائنا، لبناتنا، حتى نزرع في قلوبهم عشق الوطن والحذر؟ الحذر الحذر، الأردن يمر في مرحلة عصيبة، إن لم نتكاتف جميعا يدا بيد فمن يحمي الوطن؟ من يحمي الوطن؟ الوطن مقدس، الوطن سجادة صلاة مباركة يجب أن نحافظ عليه. وبالتالي أنا أعلنها من الآن أن على الحكومة الأردنية أن تنبه الشعب الأردني سياسيا واقتصاديا، وأن تدعم الأبناء وتدعم الأسر وتدعم الأمهات، وتوعي ثقافة للجميع حتى نحمي هذا الوطن المبارك، وربنا يحمي وطننا. راتب الباز من عمان، شكرا لك. محمد إبراهيم من جرش، السلام عليكم. كيف الحال سيدي؟ حياك الله، هلا بك. الله يعزك. أنا بس حبيت أقول تفضل. بأيد كلام الخريسات اللي هو محمود خريسات اللي اتصل بيك من الصلب. نعم. مفروض إنه الإنسان اللي بيكون مسؤول أو بيكون عفوا بتحكم يكون خاف الله بس. نعم. ها مفروض انه خاف. انا كشخص بسولف مع قبل فتره تعرضت للجان تحقيق من عملي على شغله بسيطه وانفصلت. حلو. نعم. يا سيدي العزيز، بحكم الله تعالى الحمد لله على كل شيء، وبحكم المحامي، فلما خش المحامي على الدائره اللي انا بشتغل فيها حاليا وجد انه فيها موكلين. هذول الناس الموكلين يا أستاذ الفاضل مش عارفين بمعنى أصح العقوبة، مش عارفين النظام، مش عارفين كذا. بس بتعرف كل إنسان مع الأسف الشديد بيجي على دوائر المعينة بيجيب له مصالح شخصية معاه. نعم. بيجيب صديقه من وزارة بحطه معاه، بيجيب جوز أخته سائل بيعينه معاه، بجيب قرابة البعيد بعينه معه، بجيب ابن صفه بعينه معه. محمد، نتحدث أنت تتحدث في موضوع آخر غير موضوعنا لهذا اليوم. نتحدث اليوم عن المنظمات الممولة من الخارج، في منظمات تهدف للعبث بنسيج المجتمع وبقيم المجتمع. هذا هو موضوعنا لهذا اليوم، وأود أن أسمع رأيك في هذا الأمر. يعني هاي منظمات عفوا يا أستاذ جاي من بلدان برا. شايف المنظمات اللي جاي من بلدان برا هاي تحلف عليها انت كمذيع تضمنها كشخص؟ لا احد يضمنها. نعم. بتعرفها شو هي؟ يجب ان تكون هناك الجهات الحكومية هي من تراقب وتضمن هذه الجهات. منظمة ما اسمها، يعني اسمها يغني عن التعريف، اسمها منظمات. نعم. بس سلامتك. شكرا محمد إبراهيم من جرش. نتحدث مشاهدينا الكرام حول المنظمات التي تعمل في المملكة الأردنية الهاشمية، وتكون بعض هذه المنظمات ممولة من الخارج وتهدف لتمرير أجندات تعبث بقيم المجتمع الأردني. هذه المنظمات لها أهداف تحاول من خلالها اختراق النسيج المجتمعي الأردني وتفكيك هذا النسيج، ومحاولة ضرب المجتمع الأردني في القيم والعادات الأصيلة التي حافظ عليها المجتمع الأردني منذ الأزل. كل هذه الأحداث تمر خلال الفترة الماضية، وتتصاعد وتيرة هذه المنظمات ووتيرة مطالبهم هذه كلما تصاعدت الأحداث في المجتمع، وكلما جد جديد في المجتمع الأردني تجد هناك استغلال لهذه الحادثة لمحاولة إيصال الرسالة التي يطمحون لأن يوصلوها للمجتمع الأردني للعبث بالنسيج الوطني الأردني. محمود صالح من إربد، السلام عليكم. محمود اسمعني من التليفون وتفضل. عليكم السلام. محمود صالح الحوري، حياك الله أخي محمود، اسمعني من التليفون وتفضل. أنا بسمعك يا محمود. يا أخوي حياك الله. أول إشي الحق على اللي يرخص، الحق على اللي يرخص.
طيب شكرا. على هالجمعيات وتدخل هالبلد. نعم. من هو خاصين؟ نعم. شكرا محمود صالح، هو يسمعنا من التلفاز، يسمعنا من الهاتف. أيضا هذا الأمر تحدثنا فيه محمود، هو يجب أن تكون هناك تعزيز للرقابة على هذه المنظمات وعملها من قبل الجهات الحكومية المختصة. مشاهدينا الكرام، نبقى في سياق الحديث عن المنظمات الممولة من الخارج والتي تهدف لتمرير الأجندات التي تعبث بقيم المجتمع المدني، فهل تدعمون فكرة وجود هذه المنظمات؟ نستمع لآرائكم، ولكن بعد أن نتوقف لفاصل قصير وبعد ذلك لرفع أذان العشاء وبعد ذلك لنا عودة، تفضلوا بالبقاء معنا. من جديد اهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة اليوم من برنامج نبض الشعب. كنا نتحدث قبل ان نتوقف لرفع اذان العشاء عن المنظمات الممولة من الخارج والتي تهدف لتمرير اجندات تعبث بقيم المجتمع الاردني، ونستمع لارائكم حول دعم هذه المنظمات والأهداف التي تسعى لتمريرها من خلال الرسائل التي تبث بين الحين والآخر في المجتمع الأردني تحت عناوين عدة يحاولون العبث بقيمنا المجتمعية، تحت عناوين تتعلق بالحريات العامة، بحريات الرأي والتعبير، بحقوق المرأة، تمكين المرأة، أيضا مساندة الأطفال، والعناوين التي تتعلق بحقوق الأطفال وغيرها من العناوين التي يحاول أو تحاول هذه الجمعيات والمنظمات أن تستغلها للعبث بقيم المجتمع. نستمع وياكم إلى عوض قاسم من إربد. عوض، السلام عليكم. السلام عليكم أستاذ الرام. حياك الله. تحياتي لك. أهلا فيك، تفضل. سيدي العزيز، يعني أنا بعتبر يعني كل مواطن ومواطنة يجب أن يعتبروا من إخواننا وأخواتنا الذين زج بهم بالسجون سابقا. نعم. اللي هم الغارمين والغارمات التي تراكمت عليهم الديون وأدت بهم إلى السجون. نعم. بالنسبة لهذه الشركات التمويلية اللي قاعدة تمول المواطنين بأرباح فائضة، يجب أن المواطن يكون ذكي وواعي لهذه الشركات، ويجب على الحكومة تتأكد من هذه الشركات من هو ممولها ولمن تعود هذه الشركات وهل هي مرخصة أم لا، ويجب أن تراقب أمنيا من قبل الأجهزة الأمنية ذات الاختصاص. نعم. وشكرا لك سيدي. شكرا عوض قاسم من إربد. هذا واحد يتحدث عوض عن فكرة تمويل المشاريع وغيرها ومن الأساليب التي يحاولون تقديم الدعم فيها للمواطنين، ويتحدث أيضا عن مزيد من الرقابة على هذه الجهات وهذه المنظمات التي تقدم الدعم المادي للمواطنين في مختلف محافظات المملكة. وهذا ما كنا نتحدث به من بداية الحلقة، هو ضرورة تكثيف الرقابة على هذه المنظمات وهذه الجهات، وتكثيف المتابعة ومتابعة الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها هذه المنظمات للوقوف على الأسباب والأهداف الحقيقية لهذه المنظمات وهذه الجمعيات التي تعمل في المجتمع الأردني، وهي في كثير من الأحيان تكون مرخصة بأحكام القانون الناظم، ولكن تقدم الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على الترخيص، وبعد أن تبث الطمأنينة بين الناس بعد ذلك هذه المنظمات تبدأ تنحرف عن المسار الذي أنشئت لأجله، وتبدأ ببث الأفكار التي
تحاول أن تبثها بين الناس. فلذلك مطلوب من الجهات الحكومية مزيد من الرقابة، مزيد من المتابعة، ومزيد من الإصرار على ضبط هذه المنظمات ومنعها من أي أو من تطبيق أي من الأفكار التي تنادي بها بين أركان المجتمع الأردني. أذكركم مشاهدين الكرام بالعنوان الرئيسي حلقة اليوم: هل تدعم المنظمات الممولة من الخارج والتي تهدف لتمرير أجندات تعبث بقيم المجتمع الأردني؟ يمكنكم المشاركة حول هذا الموضوع على أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على شاشة الحقيقة الدولية، أيضا في الاستفتاء الذي أجرته الحقيقة الدولية على صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك. أجاب 89% بأنهم لا يدعموا هذه المنظمات، بينما أجاب 11% بأنهم يدعمون هذه المنظمات. هذا هو الموضوع الذي نتحدث به ونتحدث عن خطورة هذه المنظمات الممولة من الخارج في العبث بنسيج وتماسك المجتمع الأردني، والعبث بقيم هذا المجتمع المتماسكة على مدى السنوات الماضية. الأفكار التي يحاولون نشرها بين الناس هي أفكار تكون هدامة، تبحث عن هدم قيم المجتمع وترابط هذا المجتمع. هو الهدف الأساس بالنسبة لهذه المنظمات هو أن يضربوا ترابط هذا المجتمع وتماسك المجتمع. عطية محمود من الزرقاء، السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم، حياك الله يا أخي. بدي أحكي لك فضل. يعني هسه هم بدوروا على الفقر والفقير وحتى تخدر الفقر، طب يطلبوا من الضمان اللي راتبه تحت 300 دينار، هذا معناته معدوم، بكون ما ياخذ قرض من البنك يطلع له 100 دينار ولا 150 دينار باقي راتبه. نعم. ليش ما هذا اللي يندعم ان كان عسكري او مدني؟ نعم. الفكره يا عطيه هي لا تقف فقط عند الدعم المادي، ايضا هناك افكار تروج من خلال الافكار التي تدعو لتحرر المراه، تدعو لتمكين المرأة وغيرها من الأفكار. الفكرة لا تقف فقط عند تقديم الدعم المادي، وبهمهم كمان بأنه المحلات الصغيرة أنها تشتغل. نعم. أنا في إلي أخ راح قدم لصندوق تنمية والتشغيل بالزرقة، قالوا له بدك تجيب لنا كفيل ب 250، جاب لهم كفيلين ب 435 دينار. نعم. قالوا له لا ما بنفع، بدنا كفيل واحد. طب كفيل واحد ما فيش، ما هم متقاعدين الضمان كلهم 200، اللي سن مبكر كلها 200 و180 و150 و220 انطار. نعم. طب ليش مثلا الحكومة ما تحكي لهم يا عم تعال ما دام في عنده ضمانات الزلمة وعنده محل مرخص سجل تجاري وكل اشي موجود، ليش ما تعطوه تخلوه يوقف على اجريه بدل ما يسكر محله؟ نعم. شكرا يا عطيه. هذه النقطة الأهم، أنه الحكومة هي من يجب أن تأخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بتمكين الشباب وتمكين النساء وتمكين المجتمع ليقطعوا الطريق على هذه المنظمات والجمعيات. توفيق الخطاب من معان. توفيق مساء الخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك ألف عافية على الكلام الطيب وعلى هالبرنامج الطيب. الله يعافيك، تفضل. والله إحنا ضد اي منظمات بدها تجي للوطن. نعم. احنا فعلا معانا ضد اي منظمه او اجندات خارجيه بدها ترفعنا او بدها تسوي ترفع مستوانا. لا احنا الحمد لله في الوطن الحمد لله عارفين وضعنا وعارفين مستوانا وعارفين ما بدنا تحرم، ما بدنا يبلشوا في المراه زي ما قلت حضرتك، ولا شيء اجندات ولا شيء استغلال. انه سمح الله شفنا كيف الدول اللي جنبنا كيف لما دخلوا فيها المنظمات هذه خربت الحمد لله. نعم. رب العالمين. احنا تماسكنا وتعاضدنا كشعب واحد وكأسرة واحدة أردنية، هذا احنا ضد هالمنظمات هذه اللي بدها تسوينا وبدها تدعمنا وبدها تضبطنا معاشنا. احنا مفروض انه الحكومة هي اللي تدعم المواطن، زي الحكومة ما بتصرح انه بدنا نضبط وضع المواطن وبدنا هالموازنة هذه نضبطها. احنا بنتمنى من الحكومة شغلة واحدة بس،
انهم يجدوا فرص عمل لها الناس وجزاهم الله خير. اكثر من هيك ما بنطالب، احنا بدنا فرص عمل وزياده رواتب اجل ماليه. يا توفيق، هذه المنظمات يعني انت برايك كيف ممكن نتعامل معها احنا كابناء المجتمع؟ نرفضها رفض تام، احنا كابناء مجتمع نرفضها رفض تام، لانها مين لصالحنا؟ والله مين لصالحنا؟ احنا صالحنا لازم تكون تماسكنا وتعاضدنا كشعب واحد كإراء مالكي سامي، واحنا مازال موجود جلالة الملك، والله الله سبحانه وتعالى حامي هالوطن هذه والأسر الهاشمية والشعب الأردني كله يد واحد ومتماسك. نرفض رفض كامل هذه المنظمات اللي تتدخل فينا ولا تدخل في حياتنا. نعم، توفيق الخطاب من محافظة معان، شكرا لك. توفيق يتحدث عن ضرورة وعي الشعب الأردني أمام هذه المنظمات وتماسك الشعب ووحدة الشعب للوقوف أمام هذه المنظمات والتصدي للأفكار المسمومة التي تحاول أن تبثها هذه المنظمات خلال أمام في الشعب الأردني. كثيرة هي الأفكار التي تحاول المنظمات بثها في المجتمع، علينا أن نتصدى لها من خلال رفع الوعي المجتمعي للتعامل مع هذه الأفكار الدخيلة على المجتمع الأردني ورفضها بكل الأشكال التي يمكن أن يرفضها المجتمع ومختلف أشكال هذه الأفكار. المجتمع عليه أن يرفضها وأن يتمسك بالمبادئ والقيم والعادات والتقاليد التي بني عليها النسيج المجتمعي في المملكة الأردنية الهاشمية منذ الأزل. هذا هو أهم في هذا الموضوع، هو تماسك الشعب ووعي الشعب لخطورة هذه المنظمات وخطورة الأهداف التي تسعى لتطبيقها هذه المنظمات. هذا ما نتحدث به مشاهدينا الكرام اليوم حول المنظمات الممولة من الخارج والتي تهدف لتمرير أجندات تعبث بقيم المجتمع الأردني، والأمثلة على ذلك كانت كثيرة. طرحنا منها مجموعة من الأمثلة خاصة فيما يتعلق بتمكين المرأة وبتحرر المرأة وبدعم ومناصرة قضايا المرأة في المجتمع. كذلك الحال أيضا كان هناك حديث في الآونة الأخيرة قبل أن يقر قانون الأحوال الشخصية في الأردن، كانت هناك كثيرة هي المنظمات التي حاولت أن تهاجم هذا القانون. أيضا المنظمات التي تحاول أن تهاجم الدين الإسلامي كثيرة في الأردن وتسعى لتشويه صورة المجتمع في أمام العالم. كثيرة هي هذه المنظمات ونحن علينا كأبناء المجتمع أن نتصدى لها وأن نقف لها ولأفكارها أمام العالم بشكل عام. كذلك الحال الحكومة أيضا مطالبة ببذل مزيد من الرقابة والمتابعة على هذه المنظمات وعلى مصادر التمويل التي تأتي للمنظمات لمنعها ومنعها من تطبيق أفكارها ونشرها بين المجتمع. مشاهدينا الكرام، بهذا القدر نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نبض الشعب، إلى أن ألتقي وإياكم مرة أخرى في أمان الله.